أهلا بحضراتكم من جديد ومتابعة لأبرز التطورات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الوضع في لبنان. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. أعلن حزب الله مسؤوليته عن عملية إطلاق سرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية التي استهدفت معسكر تدريب لواء جولاني في بنيامينة جنوب حيفا شمالي إسرائيل. وأكد حزب الله اللبناني في بيان له استمراره في الدفاع عن لبنان وفلسطين والقيام بواجبه لردع الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال أعلن رسميا مقتل 4 من جنوده وإصابة العشرات بينهم 7 بجروح خطيرة في قاعدة بنيامينة. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العملية ناتجة عن هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله من جنوبي لبنان. وأضافت أن الحزب نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة. وأفادت مراسلتنا أن القبة الحديدية أطلقت صاروخا اعتراضيا في حيفا تجاه مسيرة ثانية دون تفعيل صفارات الإنذار. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية. دكتور محمد أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية كيف نقرأ هذا الحدث وإلى أي مدى يرتبط اليوم بالرد الإسرائيلي على إيران؟ صباحكم الله بكل الخير. طبعا هذا حدث فيه تطور نوعي كبير جدا فيما يتعلق ب رغبة حزب الله في إحراج إسرائيل تماما أمام الرأي العام الداخلي الإسرائيلي. إذن حزب الله هنا أراد أن يغير نوعا ما تكتيكات المعركة ويستهدف العسكريين مباشرة، وبالتالي يرسل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن كل البلاد هي ليست في مأمن في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية التي لا تمارس أدنى درجات الذكاء في التعامل مع لبنان. الأمر الثاني وهو المهم جدا هو أن هناك استراتيجية لدى حزب الله مفادها أن بيروت مقابلها تل أبيب والضاحية مقابلها حيفا. إذن عندما قامت إسرائيل أكثر من مرة باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، فإن حزب الله هذه المرة يرد على أهداف
في حيفا لكن أهداف عسكرية، على عكس إسرائيل التي لا تقوم إلا بضرب أهداف مدنية، ما يشير إلى أن هذه هي حرب عادلة من وجهة نظر حزب الله، لكنها حرب إبادة جماعية وحرب تطهير عرقي وحرب جرائم حرب من الجانب الإسرائيلي. هذا هو مجمل الوضع حتى يعني تتكشف المزيد من الأمور. دكتور محمد، يعني بيروت يفهم منها مقابلها تل أبيب وهي العاصمة، ولكن لماذا يقابل الضاحية الجنوبية حيفا؟ لماذا؟ لأن حيفا تمركز فيها الكثير جدا من القوات، تقريبا عصب الجيش الإسرائيلي كما تفضلت حضرتك في مقدمة هذه التغطية، وقلت إن لواء جولاني موجود في هذه في حيفا في هذه المدينة، وبالتالي عندما يعني يذهب حزب الله إلى حيفا ويضرب هذا اللواء، وهو أهم لواء أصلا الذي سحب من غزة ويعني تم شحنه وجره إلى الأراضي اللبنانية أو إلى شمالي إسرائيل ليحارب في الجبهة الجنوبية اللبنانية، فمعنى ذلك أن حزب الله يريد أن يقول إنه يستهدف قلب وصفوة الجيش الإسرائيلي الذي تقول إسرائيل إنه غير قابل للانكسار وغير قابل للهزيمة. الآن رأينا هذا الجيش قابل بسهولة جدا للانكسار والهزيمة، كل هذه المنظومات الدفاعية مقلاع داوود والقبة الحديدية يمكن بسهولة خداع هذه المنظومات من خلال إشباعها ببعض الصواريخ الصغيرة، ثم ضرب بطائرة مسيرة أو بصاروخ كروز أو صاروخ باليستي لضرب أهداف معينة، وهو ما يشير إلى هشاشة شديدة جدا في الجيش الإسرائيلي، هشاشة في منتهى الشدة فيما يتعلق بالعقلية الاستراتيجية التي تقود الجيش الإسرائيلي الآن، التي لا تعرف كيف تواجه بعض المسيرات البسيطة من حزب الله، وهو جماعة ليست جماعة نظامية، نعم لا معها سلاح كثير لكنه في نفس الوقت ليس سلاحا متقدما من الجيل الخامس على غرار جولاني وعلى غرار أغلب الجيش الإسرائيلي. دكتور محمد، هل هذه العملية من الممكن أن تضعف الرد الإسرائيلي على إيران؟ هو بالتأكيد الرد الإسرائيلي على إيران يعني هو كل يوم في تراجع، كل يوم في ضعف، ليس لم يعد له الزخم الذي كان موجودا في الأول من أكتوبر عندما قامت إيران برشق أهداف إسرائيلية بما تقريبا ما بين 180 و200 صاروخ باليستي، منها صواريخ هايبرسونيك المتقدمة جدا. لكن هنا إسرائيل وهي تتكبد خسائر هائلة من جبهة جنوبي لبنان، ليس من الحكمة أن تخوض معارك على جبهات أخرى. لماذا؟ لأن فتح جبهة إيران ليس لا يعني أن إسرائيل ستفتح جبهة مع إيران فقط، ولكنها سوف تفتح 7 جبهات على الأقل في سوريا واليمن وفي العراق طبعا إلى جانب لبنان والضفة وغزة. هذا يعني أن إسرائيل ستقاتل على 7 جبهات، منهم جبهة مع جيش نظامي عتيد وعريق في الشرق الأوسط. لذلك أتصور أن حرب أو عملية إسرائيلية على إيران بعد هذه عملية بنيامين التي قام بها حزب الله، أتصور أنه سوف تجعل قيادة الجيش الإسرائيلي تراجع حساباتها مرة أخرى، لأنه ليس من المنطقي بالتأكيد ولا عسكريا حتى أن أخوض معركة أو أفتح جبهة مع دولة كبيرة مثل إيران في ظل أنني منكشف إلى هذا المدى استراتيجيا وعسكريا أمام جماعة بسيطة وهي جماعة حزب الله في جنوبي لبنان. إذن دكتور محمد، كيف نفسر الانعكاس على إسرائيل خلال الأيام القادمة؟ كيف سينعكس عليها، سواء كان هل ستزيد من عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان، وهذا ما شاهدناه اليوم كان في تصعيد في غزة، أم أن سياسة إسرائيل ستختلف على الجبهات المفتوحة ومنها جبهة لبنان وجبهة غزة؟ في رأيي الشخصي أن الفشل الإسرائيلي العسكري في تلك الجبهات حتى الآن سيؤدي إلى نقمة اجتماعية داخلية، أصلاً هذه النقمة موجودة في الأساس، وكلنا رأينا مظاهرات أمام بيت نتنياهو بعد فضيحة محاولة تعديل قانون القضاء كما طبعا الجميع يعرف. لكن من وجهة نظري أن الجيش الإسرائيلي عندما بدأت 7 أكتوبر 2023 كان لديه 3 أهداف أساسية. أولاً اللعب على العامل الشخصي، عامل التأمين الشخصي في منطقة غلاف غزة وفي منطقة المستوطنات التي هجر منها أهلها في إسرائيل طبعا، وطبعا هي أراضي محتلة بالتأكيد. 2، القضاء بالكامل على قدرات حماس وعلى المقاومة في فلسطين. 3، إعادة المحتجزين من قطاع غزة. الواضح والواقع الآن بعد مرور أكثر من عام على
7 من أكتوبر أن إسرائيل فشلت فشلا كبيرا جدا في هذه الأهداف الثلاثة، لم تحقق لا أمن شخصي لسكان المستوطنات في غلاف غزة، ولم يعودوا إلى الآن إلى مستوطناتهم في الغلاف. طبعا سكان المستوطنات في الشمال إسرائيل لم يعودوا أيضا تقريبا نحو ما بين 100 ألف و 150 ألف، لم تقضي تماما على قدرات المقاومة الفلسطينية. الهدف الثالث لم توعد المحتجزين في قطاع غزة إلى الآن، وهو ما يعني أن هذه الإخفاقات المتتالية، كل هذه الإخفاقات والفشل الإسرائيلي سيجعل هناك نقمة مجتمعية في الداخل الإسرائيلي على حكومة الليكود، حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي أتصور أن الأمور ستنفجر مرة أخرى مجتمعيا، وسوف تشهد تل أبيب مظاهرات تنديدا بهذه الحكومة. أتصور أيضا أن الدولة الإسرائيلية قد تسقط هذه الحكومة، وبالتالي تحميل اليمين المتطرف جدا كل هذه الإخفاقات، وتعيد إسرائيل مرة أخرى ظهورها في الشرق الأوسط بوجه جديد لن يكون هو وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب. إذن سنكمل الحديث عن الشأن الداخلي الإسرائيلي دكتور محمد، ولكن ابقى معي في استعراض آخر التطورات. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال منظومة ثاد للدفاع الصاروخي لدعم إسرائيل، وكانت القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن وجه بإرسال بطارية صواريخ من طراز ثاد مع طاقم التشغيل الخاص بها إلى إسرائيل. وأوضحت الدفاع الأمريكية البنتاغون أن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب الهجوم الإيراني على أراضيها في الأول من شهر أكتوبر الحالي. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن ستنشر 100 جندي مع منظومة ثاد في إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1991. وأفاد موقع أكسيوس أن وجود القوات الأمريكية بصحبة تلك المنظومة يعني أنه من المحتمل أن تشتبك قوات أمريكية مع إيران في إسرائيل. وأشار إلى أنه تم نشر تلك المنظومة في إسرائيل عام 2019 لأغراض التدريب، ولكن هذه المرة ستكون الأولى التي سيتم فيها تشغيل المنظمة في أعمال عسكرية. منذ أن تسارعت وتيرة التصعيد الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، أقرت تل أبيب وقوع خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن أن حجم الخسائر ازداد بشكل كبير مع محاولات التوغل المستمرة بالجنوب اللبناني. منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الاحتلال في محاولات التوغل البري في جنوب لبنان، تكبد جيش الاحتلال خسائر عدة بعدما تمكن حزب الله من قصف العديد من القواعد الإسرائيلية بالشمال، وبعدما فشل الاحتلال خلال الساعات الأخيرة في السيطرة على التلال التي يحاول التقدم فيها بريا. في بلدة راميا بجنوب لبنان استهدف حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه بعد محاولة قوات الاحتلال التوغل بريا داخل البلدة، وذلك ضمن نحو 27 عملية متنوعة نفذها حزب الله خلال الساعات الماضية للتصدي لمحاولات إسرائيل بالتوغل البري داخل لبنان. سلاح الجو الإسرائيلي شن عشرات الغارات بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف من البر والبحر على بلدات الظهيرة وعلم الشعب والناقورة في محاولة منه لاستحداث محاور تقدم جديدة في القطاع الغربي من اتجاه موقعي رأس الناقورة
ولبونة بهدف الوصول إلى قوات اليونيفيل، حيث حاول جيش الاحتلال التقدم من رأس النقورة باتجاه اللبونة الحدودية، بينما تصدى حزب الله له وأجبره على التراجع مكبدا إياه خسائر فادحة في صفوف جنوده بعد 3 محاولات متكررة للتقدم. ففي بلدة رأس النقورة استهدف حزب الله قوة تسلل إسرائيلية بمسيرة انفجرت بين عناصر الاحتلال أسفرت عن مقتل وجرح معظم أفراده. وفي محاولة لمجموعة من الجنود الإسرائيليين التقدم باتجاه منطقة لبونة من رأس النقورة بدبابة ميرجافة، استهدف مقاتل حزب الله الدبابة بصاروخ موجه أصابها مباشرة وأسفر عن تدميرها ومقتل طاقمها وإصابة الجنود المحتمين خلفها، فضلا عن فشل الجنود الإسرائيليين في 4 محاولات لسحب المصابين. يواصل حزب الله استهداف مواضع وخطوط دعم الجيش الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود وداخل المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة، فباتت حيفا في مرمى النيران، حيث استهدف حزب الله برشقة من الصواريخ قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب مدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل. الخسارة الأكبر جاءت في هجوم بمسيرة استهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة بنيامين جنوبي حيفا في هجوم اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالأعنف منذ اندلاع الصراع. وفي شمال إسرائيل أيضا أطلق حزب الله نحو 90 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى وجنوب الجولان المحتل، فيما يعد الجليل مركزا مهما لتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم نحو الأراضي اللبنانية. لم تمنع مدفعيات وصواريخ وآليات الاحتلال الإسرائيلي من إصابة جنوده ووقوع خسائر بشرية ومادية بين صفوفه، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تكبد تل أبيب خسائر بنحو 4 مليارات دولار، فضلا عن مقتل أكثر من 55 جنديا وإصابة 441 جنديا ومستوطنا حتى الآن، بينما سقط أكثر من 10,000 صاروخ على نحو أكثر من 1,031 موقعا منذ بداية الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وهذه عودة إلى الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية. دكتور محمد، أهلا بك مجددا. موقع أكسيوس أكد أن وجود قوات أمريكية بصحبة منظومة ثاد لربما يدفع إلى مواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة، قوات أمريكية أن تشتبك مع قوات إيرانية في إسرائيل. إلى أي مدى من الممكن فعلا أن يكون هناك اشتباك مع يعني وصول منظومة ثاد إلى إسرائيل؟ يعني أنا بستبعد جدا هذا الاحتمال من موقع أكسيوس بالتأكيد. لماذا؟ لأن هذه منظومة دفاعية، الضباط العاملون في تشغيل المنظومة لن يشتبكوا مع أي عنصر إيراني، هم فقط سوف يشغلون هذه المنظومة. لماذا يبقى 100 ضابط و100 جندي في إسرائيل لتشغيل هذه المنظومة؟ لأن هذه المنظومة التدريب عليها استغرق وقتا طويلا، وبالتالي هنا لن تتمكن إسرائيل من تشغيل هذه المنظومة. هذا أمر. الأمر الثاني هو أن تسريع وتيرة ذهاب هذه المنظومة إلى إسرائيل بعد مكالمة الأربعاء الماضي ما بين بايدن ونتنياهو معناها أن هناك ضغطا إسرائيليا على الإدارة الأمريكية لتزويد إسرائيل بالمزيد من المنظومات الدفاعية في ظل حالة الانكشاف الكبيرة التي تعاني منها تلك المنظومات الإسرائيلية أمام أبسط الأسلحة الإيرانية، التي هي طبعا مع إيران ثم مع حزب الله ومع الحوثيين في اليمن ومع أطياف أخرى. وهذا يشير مرة أخرى إلى ضعف هذه المنظومات الدفاعية وفشل كبير جدا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية وفي نوعية الضابط والجندي الإسرائيلي الذي لا يتمكن من بسهولة من تعلم تشغيل الأسلحة وكلام من هذا القبيل. فأنا بصراحة حتى هذه اللحظة نعم هناك رمزية فيما يتعلق بأن هناك جنود أمريكيين على أرض المعركة في إسرائيل يدافعون عن إسرائيل، هذه رمزية لا يمكن نكرانها، لكن في نفس الوقت
إن قامت إيران مرة أخرى بعملية ضد إسرائيل وتعرضت هذه المنظومة للصواريخ الباليستية الإيرانية، تصور أنه ما من مواجهة مباشرة في هذه الحالة إلا لو دخلت أمريكا في معركة مباشرة مع إيران. ودعيني أذكر حضرتك بأمر في منتهى الأهمية، أنه في عملية الوعد الصادق الأولى أمريكا قامت رسميا عن طريق البوارج الموجودة والقوات الموجودة في الشرق الأوسط باعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية صراحة وعلنا، ولم تقل إيران ولم تقل أمريكا أنها دخلت في معركة مباشرة مع إيران، لكن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل وفق الاستراتيجية أو الجراند استراتيجي الأمريكي أو الاستراتيجية الكبرى الأمريكية المتعلقة بالإبقاء على إسرائيل آمنة كلما كان ذلك ممكنا. دكتور محمد، بعض المحللين يرون بأن لربما وصول هذه المنظومة إلى إسرائيل هو ضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل لخفض التصعيد مع إيران مقابل هذه المنظومة، إلى أي مدى ترى بأن هذا الكلام دقيق؟ أنا أتفق جدا مع هذا الرأي، أتفق أن أمريكا يعني ألقت لي نتنياهو بعض المقبلات والمشهيات حتى يخفف من حدة الضربة المحتملة على إيران أو يلغيها بالمرة. ماذا فعلت أمريكا؟ فعلت أمرين، الأمر الأول هو توقيع حزمة عقوبات عنيفة جدا قبل أيام على قطاع النفط الإيراني وعلى شخصيات إيرانية وعلى شركات إيرانية. هذه الحزمة لم يسبق لها مثيل منذ عهد دونالد ترامب في عام 2018. الأمر الثاني هو أن تمد أمريكا إسرائيل بمنظومات طالبت بها إسرائيل أكثر من مرة، ورفضت أمريكا مثل هذه المنظومات يعني تحت ذريعة أن إسرائيل معها منظومات كثيرة، مقلاع داوود والقبة الحديدية وكلام من هذا القبيل. فمعنى ذلك أن هذه مشهيات يعني ومقبلات من البنتاغون ومن البيت الأبيض إلى الإدارة الإسرائيلية الحالية مفادها أننا سوف نساعد في حماية أمن إسرائيل، وبالتالي لا يوجد ضرورة استراتيجية مرة أخرى للقيام بعملية أو بحملة عسكرية ضد إيران. دكتور محمد، بعد هذه العملية التي نفذها حزب الله اليوم، كيف نرى يعني الحزب؟ هل فقد من قدراته بعد اغتيال قادته وخاصة الأمين العام، أم أن الحزب يؤكد ويشير اليوم إلى أن الحزب ليس بالقيادات وإنما هو قادر أيضا على الرد على إسرائيل في استهدافها للضاحية الجنوبية سواء كان أو حتى الجنوب اللبناني؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذة دمى لسبب بسيط. لماذا؟ لأن العقلية الإسرائيلية صورت حزب الله على أنه عصابة إجرامية، لكن الحقيقة أن حزب الله ليس عصابة إجرامية ولكنه جماعة مقاومة. الجماعة هذه نعم تستمد قوتها من بعض الشخصيات الكاريزماتية والقادة الملهمين وكلام من هذا القبيل، لكن الشخص المقاوم الذي يجلس في الخندق لا يتأثر كثيرا بموت القائد. والدليل على ذلك أن عملية اليوم، عملية بنيامينة، كانت تحت شعار ماذا؟ لبيك يا نصر الله. إذن الانتقام من اغتيال حسن نصر الله أتصور أنه سوف يزيد الحزب يعني رغبة في أن يثبت الجدارة بعد رحيل حسن نصر الله، وأن يقول للوكلاء والشركاء في الإقليم وللمجتمع الدولي أنه جماعة مقاومة لا تعتمد وليس لها ولاء للشخصيات بل لها ولاء للقضية نفسها وقضية التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال. النقطة الثانية أن الحزب هذه المرة استخدم ماذا في هذا الهجوم؟ استخدم طائرات مسيرة من طراز مرصاد، وطائرة مرصاد هي طائرة طبعا إيرانية الصنع كما هو معروف، ولها بعد ديني لأن كلمة مرصاد ذكرت في القرآن الكريم مرتين، مرة في سورة النبأ ومرة في سورة الفجر. فبالتالي الحزب هنا يريد أن يقول إنه يستخدم طائرة لها اسم ديني ذكرت في القرآن، ما يشير إلى أن هو يقاتل بعقيدة ولا يقاتل دفاعا عن أشخاص مثلما يحدث في العصابات الإجرامية. هذا وفقا للتصدير الإسرائيلي في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي الخطاب الإسرائيلي إلى المجتمع الدولي. إذن حزب الله هذه المرة بهذه العملية، باستخدام هذه الطائرة، بهذا الشعار الذي قام به من خلال هذه العملية، يريد أن يهدم تماما النظرية الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل ترويجها في وسائل الإعلام التي يعني موجهة للمجتمع الدولي.
نعم، يعني هناك نقطتين دكتور محمد، سأتحدث أولا في رمزية استهداف جولاني، خاصة بأن هذه القاعدة العسكرية هي قاعدة بحسب الخبراء هي قاعدة سرية أو مكانها سري الذي تم استهدافه. هل هذا يعني بأن حزب الله يريد أن يقول لإسرائيل بأنها أيضا مكشوفة بالنسبة له، كما كان حزب الله بالنسبة لها مخترقا من خلال عمليات البيجر وبعدها الوكيتوكي وغيرها من العمليات التي نفذها من خلال استهداف أيضا الشخصيات في حزب الله؟ هذه أيضا من أهم الملاحظات، لأن ضرب هذه القاعدة على هذا النحو وهي سرية، يوجد فيها ضباط في عشرات الجنود، معنى ذلك أن الحزب أولا يعرف موعد تناول العشاء لهؤلاء الضباط، يعرف من هم القادة، يعرف وجود هؤلاء الضباط والقادة والجنود في مثل هذا المكان، وهو ما يشير إلى يعني حتمية أن يكون للحزب عناصر استخباراتية اخترقت قلب إسرائيل واخترقت قلب مثل هذه يعني التشكيلة المهمة جدا من لواء جولاني، وهو يعني يعد ضرة الجيش الإسرائيلي. إذا حزب الله يريد أن يقول أنه أيضا لديه إمكانيات استخباراتية، وهو أيضا لديه قدرة على اختراق إسرائيل، كما قالت إسرائيل وروجت عن طريق انتصارات تكتيكية محدودة أنها مخترقة الحزب استخباراتيا. الحزب أيضا يريد هنا أن يسجل نصرا تكتيكيا على المستوى التخيلي ومستوى التصور، تصور وجود المعلومات الحقيقية والموثقة، والدليل على ذلك نجاح هذه العملية ومقتل 4 جنود. طبعا هذا وفقا للإعلان الإسرائيلي، أنا أتوقع أن يكون الذين قتلوا أكثر من ذلك بكثير، لكن طبعا إسرائيل دولة كاذبة والإعلام الإسرائيلي كاذب ولا يقول الحقيقة في أغلب الأمور. أتصور أن القتلى من الجيش الإسرائيلي أضعاف هذا الرقم الذي أعلن عنه، لأن كان هناك عشرات الضباط والجنود في مركض وفي مكان محدود وفي مكان ضيق جدا، سقطت عليهم طائرات مفخخة تزن بمتفجرات على الأقل 20 كيلو جرام، هو ما يعني حتمية أن يكون القتلى أكثر من ذلك بكثير. دكتور محمد، ذكرت بأن الطائرة لها رمزية، الطائرة مرصاد هي لها رمزية دينية، وإسرائيل اليوم ونتنياهو تحديدا يعني يحارب أو حول الحرب إلى حرب دينية بحسب أيضا بعض المراقبين. إذن هل نرى بأن هناك رد والرد الآخر من قبل إسرائيل وحزب الله؟ هو أولا إسرائيل دولة دينية رسميا، ونتنياهو أعلن دينية الدولة منذ سنوات طويلة، وهو طبعا ما أثار استياء كل الأوساط العلمانية في المجتمع الدولي. لكن هنا حزب الله هو جماعة إسلامية يعني تعتمد على الجهاد الإسلامي ومن ورائه إيران. فيما يتعلق بإيران وهو موضوع مهم جدا، كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تنتجها إيران وطبعا وتمد بها حزب الله لها نوعين من الأسماء، نوع يتعلق بالقومية الفارسية والثقافة الفارسية مثل مثلا صاروخ سمرغ مثلا، أو نوع أو اسم له دلالة دينية بحتة مثل صاروخ فجر، طائرة مهاجر 6، شاهد، مرصاد، بركان، كل هذه الأسماء التي موجودة أصلا في نصوص دينية إسلامية في القرآن وفي الأحاديث النبوية. ما يشير إلى أن حزب الله هذه المرة يريد أن يقول أن استخدام هذه الطائرة بالذات وهذا الاسم بالذات ذكر في القرآن إن ربك لبالمرصاد، معنى ذلك أن هذه العملية هي انتقامية من الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا من وجهة نظر الحزب، ضد إسرائيل التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين. وإذا كانت إسرائيل تقوم بإبادة جماعية بحق المدنيين فإن حزب الله لا يستهدف المدنيين، ولكنه وفقا للأخلاق الإسلامية وأخلاق المجاهدين الإسلاميين يستهدف العسكريين مباشرة الذين هم فاعلين في المعركة وفي الميدان، وهم يستعدون للقيام بعمليات يعني زحف نحو الأراضي اللبنانية. دكتور محمد، يعني ذكرت منذ قليل في معرض إجابتك بأن هذه العملية ستؤثر وهي رسالة للداخل الإسرائيلي، إذن اليوم كيف من الممكن أن نرى المعارضة الإسرائيلية التي التفت حول نتنياهو بعد العدوان على لبنان؟ هل ستبقى هي نفسها
المعارضة التي يعني أظهرت لحمة مع نتنياهو وتأييد له بعد العدوان على لبنان، أم أن هذه العملية ستؤثر على هذه اللحمة الإسرائيلية والبيت الداخلي الإسرائيلي الذي اتفق بعد العدوان على لبنان؟ هو أولا يعني أنا متحفظ على نقطة بسيطة جدا، وهو أن لا يوجد أصلا لحمة في الداخل الإسرائيلي. الداخل الإسرائيلي داخل متفكك جدا، متشرزم جدا، لكنه في بعض المرات نتنياهو يحاول أن يقدم يعني مصوغات ومقبلات لبعض ما قصدته دكتور محمد أنه بعد العدوان على لبنان تحديدا وبعد الاستهدافات التي قام بها نتنياهو للشخصيات في حزب الله، كان هناك تأييد من قبل المعارضة الإسرائيلية ووقوف إلى جانب نتنياهو. نعم نعم، أنا متفق مع حضرتك ومتفق في الطرح، وهو سؤال مهم جدا، لكن أنا أقول لحضرتك كيف حصل نتنياهو على شو إعلامي من خلال يعني أنه جاء بقادة المعارضة وجلس معهم وهم أيدوا مسألة اغتيال حسن نصر الله. هذا يعني شو مؤقت جدا، لكن في المجمل في الصورة العميقة في الداخل الإسرائيلي، من يدرس النظام الإسرائيلي يعرف أنه نظام متشرزم، الأحزاب متصارعة، صراع على المصالح بشكل لم يسبق له مثيل. المجتمع الإسرائيلي من الداخل يعرف ذلك، وأتصور أن هذه اللقطة الإعلامية، الشو الإعلامي الذي نجح نتنياهو في الحصول عليه بعد 27 من سبتمبر عند اغتيال حسن نصر الله، هو كان ليوم واحد فقط أو يومين. لذلك أتصور وأتفق مع حضرتك في طرحك أن نجاح حزب الله هذه المرة في هذه العملية، صمود المقاومة في جنوبي لبنان وتكبيد إسرائيل أو جيش الاحتلال خسائر كبيرة، سيعيد مرة أخرى هؤلاء قادة المعارضة إلى يعني الواجهة، وسوف يجعل هناك ضغوط كبيرة جدا من أعضاء الأحزاب المعارضة أمام هؤلاء القادة، وبالتالي هؤلاء القادة سوف يعودون مرة أخرى للضغط على حكومة نتنياهو. أتصور أن هذه الحكومة لن تبقى أكثر من يعني أسابيع أو أشهر قليلة، ثم تسقط وتأتي حكومة أخرى، وبالتالي تحمل الحكومة الجديدة، الحكومة المتطرفة، كل هذه الإخفاقات وكل هذا الفشل أمام الرأي العام الداخلي. بالمناسبة هناك نقطة في منتهى الأهمية، هو أن هناك دعوات في الإعلام الإسرائيلي أنا قرأتها يعني شبه يوميا في الأيام الأخيرة، أن هناك استياء جدا في داخل المجتمع الإسرائيلي، طبعا الضغط على الأحزاب والضغط على الإعلام، بسؤال في منتهى الأهمية، لماذا حتى الآن لم يفي نتنياهو بوعده ولم يحرر أسير واحد من المحتجزين في قطاع غزة؟ لماذا لم يعد مستوطنا واحدا من عشرات الآلاف المستوطنين الذين نزحوا في شمال إسرائيل؟ هذا إخفاق إسرائيلي واضح جدا للعيان، أتصور أنه سوف ينفجر إلى مظاهرات عارمة أمام بيت نتنياهو أمام مقر الكابينت على الأقل في الظرف أو في المدى القريب وليس في المدى المتوسط. إذن كل ما زاد الضغط على نتنياهو سيعيد ذلك أقطاب المعارضة إلى مقاعدهم. ابقى معي دكتور محمد، وينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا السيد زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك. أبدأ معك بما ورد الآن من أنباء عاجلة، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلي ضرورة ضمان أمن قوات يونيفيل والجيش اللبناني خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، إذن بماذا تعلق على هذه التصريحات؟ يعني هذا الأمر حقيقة جاء بعد أن طالبت الحكومة الإسرائيلية من قوات اليونيفيل مغادرة أماكنها حتى وعدم ضمان سلامتها في المكان، وكان هناك ردود فعل دولية قوية جدا، وبالتالي جاء هذا الموقف الأمريكي من وزير الدفاع الأمريكي يعني معبرا فيه عن لفت انتباه إسرائيل، بالرغم من أن التصريح لم يكن قويا وملزما لإسرائيل عمليا اتجاه هذا الأمر، وبالتالي نستطيع القول بأن لربما أن يكون هناك أمور قادمة تتخوف منها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قد تكون حذرت إسرائيل من هذا الأمر، خاصة بأن هذا الأمر أو المساس بقوات اليونيفيل سيؤدي إلى غضب دولي كبير على إسرائيل، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة
في هذه الظروف الصعبة للغاية التي تمر فيها إسرائيل بعد الضربات الكبيرة التي تلقتها وبعد الفضائح التي تتعرض لها خاصة من خلال أو بعد الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، وأيضا القصف الهمجي الذي تمارسه في لبنان. نعم، أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، وناقش الوضع الإنساني أيضا المتردي في قطاع غزة. إذن اليوم هل هناك، نفسر ضغط إسرائيل، ضغط أمريكي على إسرائيل بضرورة يعني احترام أو الوصول إلى حل دبلوماسي؟ يعني هي من جهة حقيقة الجهود الدبلوماسية لا زالت مستمرة لتلاشي حرب مدمرة في المنطقة، خاصة أن مخاطر اندلاع حرب إقليمية في المنطقة وارد جدا، والجميع يعني العالم يقف على رجل الآن، على رجل واحدة، متخوفا من ردة الفعل الإسرائيلية اتجاه إيران، وهل ستكون عمليا تستهدف المنشآت النووية والمنشآت النفطية وأيضا البنى التحتية في إيران، وكيف سيكون رد الفعل الإيراني. ولذلك هناك تخوفات في العالم كبيرة جدا، لذلك يحاول الجميع أن يتلاشى هذا الأمر، ويحاولون أن يهدئوا الساحة اللبنانية لينتقلوا إلى تهدئة الأمور في قطاع غزة. ولكن عمليا الجميع يعرف بأن وحدة الساحات الآن أصبحت أكثر تقدما، وبالتالي الكرة عمليا في ملعب نتنياهو وحكومته المتطرفة. لذلك كل هذه الضغوط، لربما أن هناك ضغوطات، ولكن أنا أستغرب كيف تكون هذه الضغوطات والإدارة الأمريكية الحالية يعني تدعم إسرائيل أو تعلن عن دعم إسرائيل بمنظومة دفاعية متقدمة جدا، وموافقتها أيضا على إعطاء الموافقة لإسرائيل على الرد على إيران أو لمحاولة ضرب إيران ردا على الهجمات الصاروخية التي قامت بها إيران مؤخرا. وبالتالي هناك تناقضات في الأمر، ولكن لا يعني ذلك استبعاد الجهود الدبلوماسية التي في تقديري أنها لا تحمل أملا كبيرا، ولا ربما أنه مكتوب عليها الفشل مبكرا كسابقاتها من الجهود، خاصة بأن العمليات يعني الحربية أو العسكرية المتبادلة تزداد شراسة من جهة، ومن جهة أخرى أن الجانب الإسرائيلي يمعن بممارسات أو ممارسة المزيد من المجازر والمذابح في قطاع غزة، وكما لاحظنا هذه الليلة أو كما سمعنا أنه استهدف مستشفى الأقصى ومخيمات اللجوء في النصيرات، واستشهد العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وهذا استمرارا للمجازر التي تمت خلال الأيام الماضية. وبالتالي تصور أن هناك نوع من الضغوط الأمريكية الحقيقية على الحكومة الإسرائيلية في تقديري بأنها لم ترتقي حتى اللحظة للمطلوب من الضغوطات حتى تكون ملزمة، وإنما ما نلاحظه بأنه هناك لربما أمور رمادية تعطي إسرائيل بعدا محددا أو حتى مساحة كبيرة من ممارساتها للاستمرار بهذه الحرب، ولربما أن تبعد كثيرا فيها لتحقيق لربما رؤية أيديولوجية وجدت إسرائيل فيها أن هناك فرصة كبيرة جدا لاستثمارها، وهي تحاول أن تحقق انتصارا يعني مستميتة بذلك، ظنا منها بأن الأمور سهلة. ولكن عمليا الإدارة الأمريكية من جانب آخر لا تريد أن تفسح المجال أمام إسرائيل للدخول
في حرب تفتح المجال أمام حرب إقليمية لربما يترتب عليها حرب عالمية. يعني هذه الأمور لم تعد عمليا مستبعدة وأصبحت الأمور عمليا بالغة التعقيد. لذلك هذه الأمور خاصة الإدارة الأمريكية الآن هي في مرحلة انتخابية لا تستطيع أن تلزم هذه الحكومة المتطرفة، ولكنها تحاول على الأقل أن تحرق الوقت أو تكسب المزيد من الوقت للجم إسرائيل من الذهاب بعيدا، ولكن أيضا بالتوازي مع ذلك منح إسرائيل مساحة معينة لتحقيق انتصار مرغوب به أو تريده هذه الحكومة للخروج من هذه الحرب بالهيبة التي كانت ترسمها إسرائيل سابقا من خلال كي الوعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. نعم، معود لدكتور محمد. دكتور محمد، إذا ما تحدثنا اليوم عن وحدة الساحات، هل لا زالت وحدة الساحات هي ما تؤرق إسرائيل، أم أنها هي من باتت تعترف بوحدة الساحات وذلك بعد يعني هذه الضربة التي وجهت لها من حزب الله؟ هي قامت بقصف خيام النازحين وأيضا مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة. نعم، هو بالتأكيد مسألة وحدة الساحات من الأمور التي كانت وما زالت تقلق إسرائيل بالكامل، لأن الجيش الإسرائيلي لا يتمكن ولا يستطيع أصلا ولا يريد أن يخوض حربا في جهات مختلفة. وبالمناسبة هناك ميادين عمليات معقدة جدا مثل الميدان اليمني مثلا، كي أتمكن من ضرب اليمن أو ضرب أهداف اليمن فإن ذلك يستغرق أموال طائلة وتدريبات طائلة. كلنا طلعنا مثلا في الصحف الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة أن إسرائيل في كل مرة قبل أن تقوم بعملية في اليمن مثلا على سبيل المثال، هي أولا تتدرب على مثل هذه العمليات في أراضي يونانية، في حتى في أماكن أخرى، حتى يكتسب الطيارون الإسرائيليون خبرة قصف أهداف معينة في أراضي وعرة يمنية. الجانب السوري والجانب العراقي أيضا في منتهى الأهمية، هناك عمليات من العراق ضد إسرائيل أكثر من مرة أطلقت. الضفة الغربية انفجرت في وجه إسرائيل، طبعا غزة مشتعلة. كل هذه الأمور تشير إلى أن وحدة الساحات هي من الأمور التي كانت إسرائيل تعرف أنها من مكامن الضعف الإسرائيلي ومن نقاط قوة أولئك الذين يجلسون في الطرف المقابل من المواجهة وفي خندق الصراع المقابل لإسرائيل. لذلك عملت إسرائيل على ماذا؟ لم تفتح جبهة لبنان إلا بعد نحو عام تقريبا من جبهة غزة، يعني تقريبا كرست معظم جهودها إلى غزة نحو تقريبا عام أو أقل، ثم بعد ذلك نقلت معظم القوات، نقلت 4 لواءات من غزة إلى لبنان وأبقت في غزة على لواءين فقط، ما يشير إلى أنها لا تتمكن ولا تستطيع وليس لديها الكفاءة القتالية ولا القدرة القتالية على القيام بأكثر من عملية في أكثر من مكان. وهو ما يشير إلى أن مسألة وحدة الساحات في الداخل الفلسطيني وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى محور المقاومة هو أمر يثبت هشاشة الجيش الإسرائيلي ويثبت ضعف بنيوي في العقيدة القتالية الإسرائيلية. نعم، أعود للأستاذ زهير. أستاذ زهير، ونحن يعني ننظر إلى ما يحدث اليوم والتطورات في الولايات المتحدة ولم يتبقى على الانتخابات سوى أقل من شهر، هل تتمكن الولايات المتحدة من متابعة هذا الدعم اللامحدود لإسرائيل في ظل انشغالها القادم بالانتخابات، خاصة إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية؟ لربما كان الحديث عن أن نتنياهو بانتظار أن يأتي دونالد ترامب، ولكن أيضا لا نريد أن ننسى بأن أيضا ترامب من خلال تصريحاته كان يقول بأنه إذا ما وصل إلى البيت الأبيض فإنه سيوقف هذه الحرب خلال 24 ساعة. إذن ما هي التوقعات لقادم الأيام بالنسبة للولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل في ظل الانشغال بالانتخابات من ناحية، وأيضا مطالبات الداخل الأمريكي بتحسين الاقتصاد بعيدا عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ يعني السؤال حقيقة متعدد. على كل حال، هذا يعني ما تفضلت به حول الدعم الأمريكي
لإسرائيل، هذا ليس في تقديري أنه ليس مجالا للنقاش، لأنه دعما مطلقا سياسة واحدة، ليس هناك فروقات بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية، هي سياسة واحدة مركبة ضمن المصالح والرؤية التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الكيان بأنه يحافظ على مصالحها. وبالتالي ولكن أستاذ زهير، ما أعنيه في ظل الانشغال بالانتخابات والانشغال داخليا بالأوضاع الاقتصادية وغيرها، هل ستتمكن من مواصلة هذا الدعم اللامحدود بهذا الشكل؟ يعني سآتي على هذا السؤال. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بهزيمة إسرائيل من جهة، وبالتالي ستبقي على الدعم اللامحدود لإسرائيل من جهة أخرى، وبالتالي هذا الأمر ليس يعني حتى في ظل الانتخابات، الطرفين أو جميع الأطراف الأمريكية حريصة جدا على كسب ود الناخب اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر لا أحد يستطيع أن يقترب منه. لذلك تعمل الإدارة الأمريكية الحالية بكل قوتها من أجل كسب موقف انتخابي من خلال بذل جهود دبلوماسية كبيرة حتى تحقق وقفة لإطلاق النار في المنطقة، وبالتالي تذهب إلى الناخبين الذين أيضا لديهم نسبة كبيرة من العرب والمسلمين، الذين في تقديري سيحجموا عن التصويت لصالح الإدارة الأمريكية الحالية إن بقيت على موقفها اتجاه هذا الصراع في المنطقة، وهذه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل اتجاه قطاع غزة. ولكن أيضا ما تصرح به الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيوقف الحرب بعد 24 ساعة، أنا في تقديري ومن وجهة نظري الشخصية أستطيع أن أصدق، أقول يعني أنا أستطيع أن أصدق ما ذهب إليه الرئيس ترامب، خاصة بأن مواقفه السابقة اتجاه السياسة العالمية ومواقفه الواضحة هي صارمة، ويتخذ مواقف واضحة، لذلك في تقديري بأنه يستطيع أن يوقف الحرب، ولكن ضمن آلية معينة تخدم الجانب الإسرائيلي، ولربما يستطيع أن يجبر، هو أعتقد أنه الوحيد الذي يستطيع أن يجبر إسرائيل بأن تلتحق بسياساته ورؤيته ضمن فلسفته سواء الأيديولوجية أو السياسية التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتتجاوز عمليا، لا تفكر داخل الصندوق وإنما يفكر خارج الصندوق. ولذلك رأيناه في السابق زار كوريا الشمالية، وأيضا عمل صفقات يعني كبيرة جدا في الشرق الأوسط، لا أريد أن أذكر بالتحديد، وأيضا العلاقة مع روسيا، وهذه الأمور التي من المتوقع أن تقوم بها إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في هذه الانتخابات، لربما بالفعل أن يستطيع أن يحقق سلما عالميا، ولكن هو يأخذ موقف كبير جدا اتجاه إيران، تبقى هذه العقدة بالنسبة لسياساته الطموحة في المنطقة، لربما يذهب بآلية أخرى بالتعامل مع الملف الإيراني. أما باقي الملفات من وجهة نظره في تقديري بأنه يستطيع أن يكون صارما وجازما وقويا في تحقيق انتهاء كل هذه المشكلات، نعم، بما فيها أيضا المشكلة الأوكرانية الروسية، نعم. لذا الرئيس دونالد ترامب في تقديري لديه القدرة على تحقيق ذلك، خاصة بأنه رجل اقتصادي ينظر إلى الأمور ضمن الحسابات الرقمية، ضمن آليات معينة، 1+1=2 وانتهى الأمر، لا يريد، نعم، أن يضيع الوقت، ويريد أن يبني وينتقل إلى ملفات أخرى أكثر تحديا. لذلك، نعم،
في تقديري أن هذه الأمور ليست معقدة بالنسبة لإدارته، ولكن تمثل تحديا كبيرا لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن. نعم، عود دكتور محمد. دكتور محمد، يعني كما تحدثنا وأشرت عن أهداف الحرب التي تحدث عنها نتنياهو في بداية العدوان على قطاع غزة، القضاء على حماس، إعادة سكان الشمال وغيرها من الأهداف التي أعلنها. هذه الأهداف التي أعلن بعضها مشابه بالعدوان على لبنان، وهي ضعف قدرات حزب الله. إذن اليوم هذه الأهداف هل تحققت، وهل هناك أهداف أخرى غير معلنة لازال نتنياهو يحاول تحقيقها بعدوانه على قطاع غزة وعلى حزب الله على لبنان؟ هو الأهداف المعلنة كما تفضلت حضرتك طبعا فشل فيها جميعا، وأتصور أنه أيضا سوف يفشل مرة أخرى في أهدافه تقريبا الشبيهة بأهدافه في غزة في لبنان، القضاء على قدرات قوة الرضوان وهي طبعا الذراع العسكرية لحزب الله، إعادة المستوطنين إلى شمالي إسرائيل مرة أخرى. يعني كل هذه الأمور غير قابلة للتحقيق إلا بحل سياسي من وجهة نظري، لكن بحل عسكري إسرائيل فشلت أكثر من مرة عسكريا مع لبنان في عام 2006 وعام 2000 كما هو معروف. لكن هل هناك أشياء استراتيجية غير معلنة من نتنياهو؟ الإجابة نعم، وبالمناسبة هو يعني لم يصرح ولكن لمح في خطابه في الأمم المتحدة قبل تقريبا نحو شهر عن هذه الأهداف. إسرائيل في تريد أن تستثمر 7 أكتوبر لتحصل على أكبر دعم ممكن في التاريخ من دول الناتو، من أوروبا ومن أمريكا، وبالتالي تصبح من وجهة نظر نتنياهو القوة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط، وهو أمر غير وارد وغير ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع. لماذا؟ لأن يعني دولة ما عندما تريد أن تكون دولة إقليمية كبيرة يجب أن توفر لها المساحة الجغرافية، الشعب، القوة الديموغرافية، القوة الثقافية، القوة الحضارية، حسن الجوار مع الدول الأخرى، وكل هذه الأمور غير متحققة لدولة إسرائيل. إسرائيل دولة منكمشة، ضعيفة، دولة فقيرة، دولة معيلة على الناتو والمجتمع الدولي الداعم لها أصلا، وكلنا رأينا أنها من دون دعم أمريكي ومن دون منظومة سد التي سوف يعني تجهز في إسرائيل، يعني أقل سلاح مع حزب الله وأقل سلاح مع إسرائيل قادر على اختراق الأعماق، أعماق الأعماق في تل أبيب وفي حيفا. وهو ما يشير إلى أن الأهداف حتى غير معلنة لنتنياهو أن يكون هو الدولة العظمى، الدولة الوحيدة المتحكمة في مقدرات الشرق الأوسط، وخلق واقع جديد وخلق نظام جديد في الشرق الأوسط، هذا محض وهم من نتنياهو غير قابل التحقيق وفقا لكل المعايير العلمية التي يدرسها الجميع في كتب الاستراتيجية. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور محمد محسن أبو النور، الخبير في السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، وأشكر أيضا الأستاذ زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي. أشكركما على كل هذه التفاصيل. إذن إلى هنا انتهت هذه الساعة من التغطية، ولكن تغطية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية على مدار 24 ساعة. شكرا لمتابعة حضراتكم، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء. حرب على غزة لازالت مستمرة، شعب وقع ممارسة احتيال ضده، إبادة الشعب بأكمله. الحقيقة تصل إلى الناس ولا يوجد تكميم للأفواه. هذه الحرب يجب أن تتوقف. جنود جاءوا من أكثر من 47 دولة مختلفة. 26 ألف شخص قتلوا. رفض عالمي لما تفعله إسرائيل. لابد من وقف هذه المجزرة. نحن ضد ما تقوم به إسرائيل. وقف إطلاق نار هذا قرار إنساني. ليس هناك اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.